فيما يتعلق بموضوع الإطار القانوني المنظم في بلدنا لقضايا القذف والسب أو التشهير، هنالك إطار قانوني سبق للحكومة أن التزمت به في الولاية الحكومية السابقة وعملت على إصداره في إطار مدونة الصحافة والنشر، وأيضا عملت على تعزيزه بمقتضيات قانونية أخرى، بالإضافة إلى الإصرار بإخراج المجلس الوطني للصحافة. ولهذا الإطار كما هو يعني متعارف عليه عالميا، هنالك الشق القانوني وهنالك الشق المتعلق بالتنظيم الذاتي. فيما يتعلق بالسؤال حول الإجهاض، الحكومة السابقة أعدت مشروعا في إطار تعديلات القانون الجنائي عاملة على تقنين ووضع قواعد ضابطة، والآن بمجلس النواب بلجنة العدل والتشريع والتي أنهت المناقشة التفصيلية، وفي دورة أكتوبر المقبل بإذن الله ستنخرط في مناقشة التعديلات. ولهذا النقاش حول هذا الموضوع الآن هو بيد البرلمان الذي سيتدارس التعديلات المرتبطة بما اقترحته الحكومة من تقنين كان نتاج حوار ونقاش ساهمت فيه العديد من الجهات، ومكن من بلورة ذلك الإطار الذي هو الآن بين يدي البرلمان.